شنو فامي كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الارض جديد، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الثاني ديالنا مدينه ديال اكادير بالضبط. جينا للسيكتور ديال التشيره باش نبارطاجو معكم الاجواء هنا لثاني مره. جيت البارح بارطاجيت معكم الاجواء كيفاش دايره. سمحوا لي بزاف، كان صراحه الظلمه يعني كان الفيديو مظلم، سمحوا لي بزاف. ان شاء الله غادي نقادو البلان. وكما قلت لكم جينا دابا للتشيره حيت الصراحه اليوم تقريبا الرابع في العيد، جينا باش نبارطاجو معكم الاجواء هنا كيفاش دايره. الصراحه غادي يكونوا اجواء اللي عامره بزاف كما كتشوفوا معايا. اي واحد دابا تسمع حداه كيبقى يضرب على الكاميرا. المهم حنا غادي نزيدوا شويه لقدام ان شاء الله، واي واحد عاوتاني لابس اللبسه راه غادي نبارطاجوه معاكم ضروري بحال الفيديو. وكنتمنى ان الاضاءه تكون مزيانه وسمحوا لي بزاف، وهذا المشكل هذا ان شاء الله غادي نعالجو اقرب وقت. المهم قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا ديك اللايك ضروري كتدعموني بها وشي كومونتير زوين. المهم نخليكم مع الاجواء هنايا في شيرة جهادي. دابا اللي عنده شي حساب مع شي واحد غيصفيه دابا، اللي عنده شي حساب مع شي واحد غيصفيه دابا. شوف دابا اي بلاصه فكانت معروفه بشي حاجه بوجلول كيزيد شي اضافه. يجي مزيان على بالها ولا عزران اليوم كاين دي في دي وكل لي ماشي دي في دي غير صرا بالنسبه لبوجود شحال المده اللي كيبقى فيها على حسب على حسب Yeah.
كامل انا كامل عام عاد نسم لي كامل عاد باش يدخل معنا باش يصور لكم هنا وكاين صراحه انا عامر عامر بزاف انتم هشام الله يرحم ليك الوالد. ارب الله ارب.